لا حشا. لو زين لمتى في هذا المجال؟ لما يخلصون ما راح يخلصون الديره كل يوم مشكله. اي فانا قاعد اي مطول قاعد. ما فكرت تغير اللوك؟ شلون يعني؟ يعني كل قاعد نشوف كل الفيديوهات لحيه والقطر وعقال. خلي القطر وعقال اوكي. انت مصر على ان هذا يعني اللبس، اقصد لوك. يعني الشكل، مره تحط لحيه، مره ايه سكسوكه، مره ايه قفل، مره املط مثلا. املط مالك. خلنا نوصل مليون دينار ان شاء الله. ايه وندقها ان شاء الله. يعني ايش دام ما عندك مليون دينار؟ اذكر الله. ايه انا ما انا فقير مسكين يا عبد الوهاب. ما تحكي. لا انت خليك ساكت. انت خليك ساكت. يعني يصير ردي بالتالي. انا متاكد مو مليون، يعني يمكن شطفنا قريب المليون. وتستاهل طبعا، الله يوجهك. يفتح علي باب سلف ما يتسكر يا عقب.